بنسبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل الحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة على كافة الأنحاء. النهاردة هيكون في نشاط للرياح محدود مع وجود فرص للأمطار خفيفة تكون رعدية أحياناً على جنوب الصعيد. خلونا بقى نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني يمكن في شوية تقلبات يا دكتورة منار في الجو، احنا شايفين النهاردة هيبقى في فرص أمطار خفيفة، يعني في برضو نشاط للرياح، فممكن تفاصيل الجو من حضرتك؟ هو طبعا الحمد لله الاجواء استقرت بشكل كبير عن التقلبات الجويه اللي احنا كنا بنشوفها نهايات الاسبوع الماضي. الحمد لله احنا اصبحنا بنتاثر بكتل هوائيه شماليه قادمه من على البحر المتوسط، وده في اغلب المحافظات الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، السواحل الشماليه، لكن المناطق الجنوبيه جنوب الصعيد بتتاثر بكتل هوائيه قادمه من جنوب شبه الجزيره العربيه، فعشان كده المناطق الجنوبيه بنلاقي فيها ارتفاع كبير وملحوظ في درجات الحراره العظمى فتره النهار. على بعض المناطق من الاقصر واسوان بتوصل 44 45 درجه مئويه خلال فترات النهار، لكن المناطق الشماليه السواحل الشماليه او القاهره الكبرى درجات حرارتهم تعتبر في المعدلات الطبيعيه لمثل هذا الوقت من العام. اليوم العظمى على القاهره الكبرى ما بين 32 الى 33 درجه مئويه، فبالتالي اجواء فتره النهار هتكون اجواء حاره بالنسبه للقاهره الكبرى والوجه البحري، مائله للحراره على السواحل الشماليه، المحافظات المطله على البحر المتوسط، شديده الحراره في المحافظات الجنوبيه شمال وجنوب الصعيد وبعض المناطق كمان من جنوب سيناء. خلال فترات الليل مع غياب اشعه الشمس طبعا بيحصل انخفاض في درجات الحراره، يمكن كمان الحمد لله فترات الليل الاجواء بقت اكثر اعتدالا معتدله على اغلب انحاء الجمهوريه، خاصه كمان ان احنا في فتره الليل وتحديدا مع بدايه ساعات المغرب وفترات المساء بنلاقي في نشاط نسبي للرياح، الكتل جايه من على البحر المتوسط فما فيهوش اي اتربه والمال المثاره، فقط بيخلينا نحس بالاجواء الربيعيه والاجواء اللطيفه فترات المساء وساعات الليل. فرص الامطار اليوم هتنحصر في بعض المناطق اللي موجوده في جنوب الصعيد، يعني على بعض المناطق من الاقصر واسوان، المجرى، الملاحي، لكن هي فرص امطار خفيفه قد تكون رعديه احيانا، مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. الحمد لله الاجواء مستقره بشكل كبير اليوم وغدا. مع يوم الاربعاء هنبدا نلاحظ ان درجات الحراره بدات ترتفع، ارتفاع تدريجي في درجات الحراره، لكن هنحس بيه اكتر مع الخميس والجمعه القادمين ان شاء الله، لان مره اخرى هياثر علينا منخفض جوي موجود في الصحراء الغربيه، المنخفض ده هيؤدي لارتفاع درجات الحراره وعوده لاثاره الرمال والاتربه، لكن مهم في الفتره دي ناخد بالنا بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره عشان ما تزودش احساسنا طبعا بارتفاع درجات الحراره، والفتره دي احنا بنسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله. مهم ان احنا كمان نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، نص الميه تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم، ده شيء مهم جدا، وكمان ما زلنا في فصل الربيع اللي معروف دايما بالتقلبات الجويه الحاده والسريعه والتغير الكبير في خرائط الطقس، فمهم يوميا نتابع النشره الجويه. طب دكتور منار، النهارده لسه في نشاط للرياح المثيره للرمال والاتربه؟ النهارده في هذا النشاط ولا لا؟ لا الحمد لله، هو نشاط رياح اليوم هنلاقيه في مناطق محدوده من الجمهوريه، والكتل الشمال معظمها شماليه قادمه من على البحر المتوسط، معهاش اي اتربه ورمال مثاره، وده كمان هيكمل معانا بكره ان شاء الله، يعني النهارده وبكره الثلاث مش هيكون في اي اتربه ورمال مثاره. الاربع هتبدا كتل في بعض المناطق الغربيه تكون مثيره للرمال والاتربه، وزي ما قلنا مع الخميس والجمعه ممكن يتقدم للمناطق الداخليه. تمام، بنشكر حضرتك دكتورة منار، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار غانم طبعا بتدينا نصايح مهمة جدا نخلي بالنا منها. يا ريت تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21، أيضا نفس درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 33-21، الإسكندرية 28-20، أيضا العلمين الجديدة 28-20، مطروح 24-18، دمياط 26-21، بورسعيد 26-20، والإسماعيلية 34-21.
نروح للسويس، درجة الحرارة العظمى هناك 33 والصغرى 23، العريش 27 20، كاترين 30 16، طابة 34 24، حلايب 34 28، شلاتين 38 27، شرم الشيخ 40 28، والغردقة 38 27. في الفيوم العظمى 36، الصغرى 25، وبني سويف 36 25، ايضا في الوادي الجديد 43 29، واسيوط 38 25، سوهاج 41 26، وقنا 42 28، الاقصر 43 29، اسوان 44 30. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة، ودلوقتي عودة مرة تانية لمنا ومتابعة أهم الأخبار النهاردة. عودة ليكي مرة تانية منا. شكرا ليكي يا هالة.